السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع بيديك نصايح لتطوير السي في بتاعك ولتطوير حساب لينكد ان بتاعك، فانت بتيجي تفتح الموقع دوت، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، فبقول له جيت ستارت، فبيقول لي ادخل بني حساب، فهدخل بالحساب دوت مثلا. طيب بيديني اختيارين، بيقول لي السي في بتاعك او لينكد ان. خلينا نفتح دوت وبعد كده نفتح لينكدين، يعني هنعمل الاثنين ان شاء الله. طيب هبدأ اختار الملف بتاعي اهوت، والافضل ان انت ترفعه بي دي اف مش وورد، لان انت بترفعه وورد وهو بيحول بي دي اف، فالاحسن تخليه عندك. تمام. طيب هو ثواني وهيبدأ يديني التقييم للسي في واقتراحات لتطوير السي في. ونخلي بالنا ان اللي بيعمل الموضوع دوت هو ذكاء صناعي مش انسان، فممكن هو مش فاهم مثلا ايه اللي انت كاتبه، او انت كاتب كلمة مختلفة شوية او كده. ويراعي برضو ان يكون السي في بالانجليزي عشان يقدر يتعامل معاه. هو التقييم 26% وبيديك بعض الاقتراحات، بيقول لك خلي بالك ان في حاجات معينة. تمام. ولو عايز تحسن لازم تدفع فلوس، او لازم تبقى النسخة بتاعتك يعني تقول له انلوك وتدفع فلوس مقابل ان هو يديك يعدل لك هو سي في ويصلحه لك ويقول لك معلومات اكتر. طيب خلينا نشوف التانية اللي هي لينكد ان بروفايل ريفيو. بقول له نيكست، بيقول لي بقى هات لي السي في بتاعك، فبقول له خش هنا ومور، واقول له انا عايز اعمل سيف تو بي دي اف، فبيحفظ الملف دوت اهوت. واقول له خد الملف اهو اللي احنا جايبينه لك من لينكد ان، فبيبدأ يرفعه. يبقى كده مرة رفعت السي في اللي انا عامله، ومرة تانية رفعت البروفايل بتاع لينكد ان. لينكد ان 10 صفحة، لانه فيه تفصيل كتير للحاجات، انما السي في اللي انا كنت عامله كان 3 صفح، فهو عجبه لينكد ان وبيقول لي ان هو 88%. تمام. الهيدنج، السامري، الاكسبيرينس، الادوكيشنال، الاذر. فممكن لما اجي ابعت بعد كده ابعت السي في بتاع لينكد ان ده مقترح. بيقول لي ان في بعض الحاجات كي وورد مثلا مقترح للتحسين، هو 88%، فعنده بعض التحسينات كده ممكن تكتبها. هسيب لكم رابط في الفيديو بحيث ان انت تراجع على السي في بتاعك.